جابتني أهوالك. الله دخيلك يا بحر طوله افتيني عن غربة الداك. كل أجل بسألك عودي بس والهم طلع من الصبح للحين ما رد. قبل يوم طويل حسن في شيء صاير. تعوذي من الشيطان يا اختي، تعوذي من الشيطان. ابوي ان شاء الله بخير. هذا فهد. السلام عليكم. ايوه يا فهد، ايش فيك؟ ايش؟ من متى هذا الكلام؟ طيب طيب طيب، أنا جاي الحين. وين أنتوا؟ مع السلامة. شينك يا عبد الله؟ رد علي يا عبد الله، شينك؟ أبوي صار علي حادث. أبوي مريم، مريم أبوي، مريم أبوي. أمي خير يا سهل؟ أمي وأنا طالع من المدرسة شفت خالي عبد الله وخالتي مريم طلعوا من بيت يدي وركبوا سيارة وراحوا بسرعة. زين يمكن موديها مكان؟ لا لا، خالتي مريم تبكي. ايش؟ ابوي 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 يا فهد. وين راحوا هذولا؟ عيب يا أخوي، لا تبكي. أنا السبب يا عبد الله، أنا السبب.
يا ليتنا ما رحنا نخطب بنت سلمان. وش العلاقة بين خطبتك من بنت سلمان وبين الحادث يا أخوي؟ حسيت من يوم ما رجعنا من عندهم وأبوي مش مرتاح. أصلاً هو كان ما يريدني أخطبها. هذا قضاء الله وقدره يا أخوي، والإنسان ما يقدر يغير قضاء الله. أني ما راح أسامح نفسي لو صار شيء لأبوي يا بدر. استغفر الله العظيم، استغفر الله يا فهد، هذا ابتلاء من رب العالمين يا أخوي. استغفر الله. قم يا أخوي، قم الله يرضى عليك، وروح غسل وجهك. يا رب يا رب اشفي أبوي يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين. وروح يا أخوي عند أختك نور وطمنها. بعدين بروح يا عبد الله بعدين. مريم يا أختي، مريم، البكاء يا أختي ما بيشفي أبوي. أنا من أمس وأنا حاسة إنه شيء بيصير. الله يبليك يا سلمان، الله يبليك. استغفري يالله يا أختي، استغفري يالله. سلمان ما له خص بالحادث. ونعمها بالله، بس المصائب اللي على أبوي كلها من ورا سلمان. لا سلمان ولا فهد لهم خص يا أختي، وأبوي إن شاء الله بإذن الله بيقوم بالسلامة. ذكري يالله أنتي بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يما ايش الكلام اللي تقوليه؟ على الاقل ياخذ رايي. خلاص يا بنتي الموضوع انتهى، هو والدك واحسن واحد عارف مصلحتك. لو كان يعرف مصلحتي كان وافق على فهد. هدى. اوه خلاص، انا احسن لي اروح لغرفتي، اصلا ما في حد بيفهمني في هالبيت. ما اخفيك يا اخ عبد الله ان والدك الان يمر بحاله غيبوبه، بس نتمنى انها غيبوبه بسيطه، ان شاء الله يصحى منها خلال 24 ساعه. لا اله الا الله، اقلقت معك يا دكتور. ما في داعي للقلق يا اخ عبد الله، الوالد راح يظل تحت العنايه المركزه، خصوصا خلال الساعات هذه اللي هي الاهم بالنسبه لنا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا دكتور، لا قدر الله وما صحي خلال الفترة اللي قلت عنها، إيش اللي بيصير بعدين؟ خلينا ما نستبق الأحداث، بس في أمور أحتاج أستفسر منك عنها. تفضل يا دكتور. الوالد ما سبق حصل معه حالات غيبوبة مشابهة، أو حتى مثلا عملية فقدان الذاكرة؟ نور، أنت يا طرشة، وين راحت هذه؟ زين يا نورو، تطلعين بدون اذني؟ اذا ما وريتك الويل ما اكون انا حمود ولد الاصول. وهذا كل اللي نعرفه يا دكتور. طيب هل كان ينسى مثلا؟ هل كان يتلخبط في الكلام اثناء الحديث؟ لا ابدا يا دكتور، بس ليش كل هذه الاسئله يا دكتور؟ ما اخفي عليك يا اخ عبد الله، إذا الوالد ما أعطانا مؤشر جيد خلال 24 ساعة القادمة هذه، فممكن الحالة تكون أسوأ. لا إله إلا الله. طبعا تعرف في مثل هذه الحالات، يعني إذا الغيبوبة استمرت لأكثر من 24 ساعة وما صحى منها المريض، ممكن تستمر لأيام، ربما أسابيع وأشهر، والله أعلم. ولكن نتوقع إن شاء الله أنه الأمر إيجابي إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم يا ارحم الراحمين.
طيب ليش كل هذا؟ ايش السبب يعني يا دكتور؟ الحقيقة أنت تعرف يا عبد الله، طبعاً نحن حسب الفحوصات والمؤشرات الطبية كل وظائف الجسم تعمل بشكل طبيعي تماماً. بالتالي نعتقد أو نخشى إنه التأثير يكون في المخ. في هذه الحالة نحن الآن ما نقدر نعمل أي شيء، فقط نراقب وننتظر ونشوف إيش راح يصير. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. مينون حد يدنا الظهر. السلام عليكم. وعليك السلام. ايش عندك؟ الشركه اللي احنا متعاقدين معها اتصلت فيها وخبرتها ان الشاحنه بتتاخر، بس قالوا لي اذا استمرينا على هذا الحال بيلغوا العقد اللي بيننا. هاني بتصل بالمدير وبتفاهم معه، اهم شيء تودي الشاحنه بكره ان شاء الله. اقول لك لعم سلمان، ها خير؟ سمعت بالحادث؟ ايش من حادث؟ سالم الغريب صدمته سيارة ونقلوه على المستشفى، والظاهر ان حالته صعبة. يستاهل. حد قال له يخطب بنات الناس لأولاده؟ الحين ايش هالمصايب؟ سالم الغريب صدمته سيارة، يعني ولده فهد ما راح يطلع البحر. وش الحل يا عم سلمان؟ ذكرني المساء نزور سالم ونطمن عليه، ومرة واحدة نكلم فهد. إن شاء الله العم سلمان، إن شاء الله. تفضل تقهوة. مشكور العم سلمان، بروح شوف الصيادين. زين. يلا بخاطرك. مع السلامة. خير، لا تبهد انت والولد. أرجوكم ساعدونا يا جماعة على شان المريض، ما في داعي للتجمع هنا، شخص واحد يكفي، ونحن إذا في أي تطور راح نبلغكم أول بأول إن شاء الله يا دكتور. جزاكم الله خير. حسن ولا يهمك يا دكتور.
مركز مشعل للإلكترونيات يقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الإلكترونيات بأفضل العروض والأسعار المنافسة، تسليك وتركيب المكيفات المركزية، أحدث أجهزة الحاسوب، توصيل مجاني، هدايا وغيرها الكثير. للاستفسار الاتصال على 232-10-226 أو زورونا على موقعنا الإلكتروني www.mec-oman.net. وهيش قالك الدكتور؟ الدكتور بداية طمنا، بس منتظرين لما يطلع من الغيبوبة. صفية، أنا أشوف أبوي لما يطلع من المستشفى بإذن الله أي بهني. قصدك يعيش معانا هني؟ هي يا صفية، أبوي بحاجة إلى أحد يراعي وينتبه عليه، وانتي أنا عارف فيك الخير. إيش فيك؟ جنك ما تبين أي يعيش معنا؟ لا يا عبد الله، عمي على العين والراس، بس أنا قصدي مدام إن خواتك بعدهم موجودين فهم أولى برعايته. بس أنا من رأيي الحين خلنا نطمن عليه بالأول وبعدين نتكلم بهالموضوع. يصير خير إن شاء الله. انتي ما تفهمين؟ انتي غبية؟ انا ما نبهت عليك ما تطلعين الا باذني؟ اسمعني يا احمد، ارجوك اسمعني. خليتي في حد يسمعك؟ تطلعين بدون اذني وتريدين اسمعك؟ انتي ما تربيتي لكن انا بربيك، وانت بعد معها. ابوي يدي سالم سوى حادث والحين هو في المستشفى ومات؟ لا، يجولون في غيبوبة. بعده عايش؟ مو معناته ان ابوه سوى حادث تروحين له بدون اذن. يعني لو انا حمود سويت حادث لا تطلعين الا باذني، فهمتي؟ فهمتي؟ يلا يا صفية، أنا بروح المسجد وبعد الصلاة بروح المستشفى عند أبوي. تبين شيء أجيب لك نورات؟ سلامتك يا عبد الله. الله يسلمك. بس طمني عليه. إن شاء الله. يلا في أمان الله. مع السلامة. ها حمود، أشوفك تتغدى هني. أصلا اللي عنده حرمة أبوها عمره مليون سنة غصبنا عليه ياكل في المطعم. خير، شو اللي صار؟ ادينا صورة أبوها سوى حادث. تقصد سالم هو اللي مستوي عليه الحادث اليوم الصباح؟ أيوة هو، الله ياخذه. زين، إيش علاقة الحادث بالغدا؟ راح تطمن عليه. زين أبوها، أما أنت يا حمود والله بعض الأحيان عليك حركات. بس أبوها مو أهم من زوجها. المهم ما علي منكم. كيف جبت الوازم السهرة؟ خليك جنبي، خليك عندي، امسكت. أدري فيك، يوم إنك تريد تدبل الفلوس تقدر، ومخلي نفسك ما عندك شيء. زين، أبا أروح أنا أشتري الوازم السهرة. روح، الله ياخذك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله. كيف الوالد الحين؟ مثل ما هو. الحمد لله على كل شيء. يا فهد روح يا أخوي البيت، أنا بقعد عنده. توكل على الله. إن شاء الله. في أمان الله. مع السلامة. تعرف يا عبد الله؟ خير يا خالد. أبوك من عرفناه ما شفنا منه أذية. كلها حياته عاش هني في ذي القرية. ما له شغل إلا في نفسه. لا يتدخل في أمور الآخرين ولا يتكلم على أحد. لكن الناس ما خلوه في حاله. الله يسامحهم يا خالي. الله يسامحهم. بس يا عبد الله اللي عرف سالم وعايش اطباعه تغير، وفي ناس لحد الحين معاديه. مثل ما قلت الله يسامح، شفاك الله يا سالم. الله يشفيك. الله سبحانه وتعالى انه يشفيه. كيف حال عمي يا عبد الله؟ مثل ما هو يصير. الهين فهد كان هنا قبل شوي، خليناه يروح البيت يرتاح. زين اترخص بروح اشوف. زين صبر يا سيف، انا بمشي معك. أستأذنك وإن شاء الله ما يشوف شر. أحسنت يا خالي، أحسنت، جزاك الله خير. ايه عرفتك، بنت الحسب والنسب، بنت سلمان، اقصد بنت التاجر سلمان. فهد ايش فيك تكلمني بهالطريقه؟ وكيف تريديني اكلمك؟ تريديني اقول لك نعم حبيبتي، نعم عيوني؟ فهد انا ايش ذنبي اذا والدي رفض ولا حتى استشارني في الموضوع؟ عندك حق يا هدى، أني أصلاً الغلطان اللي تجرأت وخطبتك. ولد سالم الغريب يخطب بنت التاجر سلمان. والله عندك حق، أنا الغلطان. فهد أنا اتصلت أطمن على والدك. تطمنين على أبويا؟ لو كان يا هدى أبويا يهمك ما كان أبوك البارحة طردنا من بيته. فهد أنا آسفة. هدى لا تتأسفين، صدقيني لو صار شيء لأبويا ما راح أسامح أبوك طول عمري. فهد أنا مو فاضي، أريد أرتاح. مع السلامة.
حمول، كيف حالك يا حمول؟ واحد زوجته ما سوت له غدا وتغدى في مطعم، ايش بيكون حاله يعني؟ اسفه يا حمول، اوعدك باني ما راح اكررها. لا وبتكررينها مره ثانيه، وبعدين تقولين ما بكررها يا ابو سالم، وبتكررينها وانا متاكد. اوعدك باني ما راح اكررها. خلاص عذرك مقبول. حمود ايش تريدين بعد؟ حمود ارجوك خليني اروح اشوف ابوي بس اطمن عليه وارجوك. خلاص خلاص روحي له ولا تتاخري. ان شاء الله. مشكور يا حمود. حمود اوه خلاص بغير اسمي. ايش تريدين؟ ايش رايك تجي معي المستشفى وتطمن على ابوي وتسلم عليه؟ هذا عمك يا حمود. وايش الفايده اني ازوره؟ اصلا ابوش في غيبوبه يعني ما يعرفني. بالعكس يا حمود، تي معي وتطمن عليه، الناس اللي نعرفهم كلهم يجون يطمنوا عليه. زين زين خلاص خلاص هيله بالليل يلا. زين زين مشكور يا حمود. مشكور يا جاي تطمن عليه ولا تتشمت فيه يا سلمان؟ مريم الحمد لله الدكتور طمننا، بس المشكلة الغيبوبة اللي هو فيها. زين هني بستاذن هلا، وين أخوك فهد؟ انت ايش قاعد تسوي هنا فهد؟ عيب ريال جاي يطمن على ابوك. هذا اصلا ما يهمه ابويا. انا جاي اطمن على ابوك واشوفه يا فهد. ما تقعد يا سلمان، وانت حياتك كلها كنت تريد تظل ابوي. اسمعني زين، لو ابوي يصير له شيء راح تشوف مني شيء عمرك ما شفته. قلت لك عيب يا فهد. مو مشكلة يا عبد الله خليه. عيب علي يعني وهو ما يعرف العيب؟ أنا بستاذن يا عبد الله، وأنت يا فهد أبوك إن شاء الله بيكون بخير وبيطلع، بس أهم شيء أنك تطلع البحر، ترى الحياة مستمرة. أنا عارف أنت ليش جاي، لأن مصالحك متوقفة. يعني زين يا فهد، سلمان مصالحه ما تتوقف. أنا جاي أشوف أبوك وأطمن عليه وأنصحك إنك تطلع البحر. السلام. هالإنسان لو أشوفه مرة ثانية هني ما أعرف إيش بسوي فيه. لا يا فهد لا، اللي نجي وشوف ابوك يطمن عليه جزاه الله خير. المهم يا اخوي نحن بنروح عنك، انت بتبات هني وانا بيك باكر الصبح ان شاء الله، وبتروح انت ترتاح للبيت. يلا خلونا نروح. انا بجلس لان زوجي قال بي. زوجك لو كان بي يكون يا من الاول، احسن لك روحي مع عبد الله ترى الوقت تاخر. يلا توكلنا على امان الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا بيت منصور بن سالم. لا هذا بيت عبد الله بن سالم، لكن منصور عمي. البشارة، البشارة، عمك وصل مصفر. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. وهذه بشارتك. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أحسن. جزاك الله خير. يمه يمه، عمي منصور وصل من السفر، بروح أبشرامي. مصلحتي أسافر؟ نعم مصلحتك تسافر، لازم الغربة تصنع رجال يا ولدي. أنا مالي رغبة في السفر ولا أقدر أسافر. ولا بغيت تجلس مثل الحريم في البيوت لا شغل ولا مشغلة؟ أوعدك يوميا أطلع للبحر من الفجر للمغرب. البحر 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 حتى ما كفى قوت يومنا. يا ولدي اسمع كلامي وسافر أحسن، سافر. خش بقت سفارة وصلوا. بالله عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بشرك الله بخير، بشرك الله بخير. خبرنا يا عم، ايش شفت هناك؟ كثير يا سالم، اشياء كثيرة ما تقدر تتخيلها ولا تجي على بالك، اشياء غريبة وعجيبة. مثل ايش؟ بنايات ما شافت مثل هالعين، وحدائق مزروعة بكل انواع الزهور، والمواتر شيء غريب وشيء عجيب، وعندهم طيارات من بلاد لبلاد، شيء غريب. تغدي يا ولدي تغدي، وخلي عمك منصور يتغدي. هذا غير الناس واللبس أشكال والوان، من كل الدنيا تشوفهم هناك، أسود والبيض والحمر، إيش أقول لك إيش ولا إيش. كلام زين كلام زين هذا. هذا الظاهر علي مو معانا في السالفة. سيد يا سيد يا سيد.
نعم خير ان شاء الله. ايش فيك سرحان؟ والله ما اخبي عليك، البال مشغول. مشغول فيش؟ الحرمه يا ابو سالم، يوم تكون صاحيه ويومين في الفراش، ما خليت بها معالق وما شي فايده. الله بيشفيها ان شاء الله وبيطلع بخير. زين ايش رايك تسافر بها معانا الخليج؟ هناك الدكاتره ما شاء الله عليهم ما خلوا مرض الا وعالقوا. من وين؟ من وين؟ العين بصيره واليد قصيره، وانا ما عندي شيء، لو عندي ما بخلت عليها يا منصور. انا عندي الحل وبقول لك وين توديها. قلت لي زوجتك مريضه؟ ايه والله مريضه، صار لها سنتين لا تنام ولا تخرج من البيت. سنتين لا تنام ولا تخرج من البيت. ولا تخرج من البيت. سنتين لا تخرج من البيت، مريضة. اسمعني يا ولدي، زوجتك عليها قني صغير بيحاوقها من مكان لمكان. قني صغير؟ أيوة. من وين جاها هذا القني؟ مو شغلك من وين جاها، أهم شي كيف يطلع، وإحنا اللي بنطلعه. والأهم من هذا تجيب كل اللي أقول لك عليه. سمعتني؟ إن شاء الله. إنزين تجيب لي ديك لا يصيح وعرفه أزرق. ديك ما يصيح وعرفه أزرق؟ أيوة. وين أقابه هذا الديك؟ إذا ما تقدر ولي وجماعتي يجيبوه، أهم شي القروش، أهم شي القروش. يا موسى الله يهديك، بارك الله فيك. اسمع يا موسى، عم منصور وصل. اهلا وسهلا. حي الله منصور، حي الله منصور. تفضل تفضل ارتاح، جلس عندنا. حي الله منصور، كيف حالك؟ حي الله بالسفارة. يا عم منصور، أنا بروح أتكلم مع صالح مع عمر. صالح بغيت أبوي؟ ليش بغيت أبو صالح؟ صالح ما بيأكلك إلا التمر وإلا الرز، واجلس معانا. أنا بروح مع عمر. لا لا ما بروح، لا ما تروح. يا أبو صالح لا لا خليه ولد. وش بغى أبو صالح؟ بروح مع عمر. ها كلا مع عمر. بس روح روح. حي الله منصور، حي الله منصور، حي الله بهذه الزيارة. نحن دخلناك لهنا على اساس تاخذ لك حويقه من الدكان. كل شيء موجود عندي، كل شيء موجود عندي يا موسى. الحمد لله على كل شيء، بس تعرف انت جاي من الغربه والقروش عندك مثل الرز، وما في داعي تكنزهن، والمثل يقول كل ما كنزتهن تتعب الفؤاد. هذا انت يا موسى ما بتغير، ما بتغير. انا لا بضحك يا موسى، بضحك. وبعدين بصراحه أنا بغيت استفسرك. خير قول. أنا هو كله 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 خير يا أخي، إلا أنا بس ما تخبر حد، أنا محتار بصراحة. خير؟ محتار فيه؟ محتار في السفر، وزي ما أنت شايف ما عاد حد بيشتري مثل أول، ولا حد بيبيع، وإذا حد قشترى ما عندك اشترى بالدين. يعني بيني وبينك الناس ما عندهم فلوس. صبر زين يا موسى وأقرك على الله. والنعم بالله يا منصور، والنعم بالله، بس هذه التجارة ما هي صدقة قارية، والنقد لازم يكون متوفر على أساس الواحد يشتري بضاعة جديدة لدكانه. الحين أنا لو سافرت معك هل أنا بستفيد؟
أكيد بتستفيد. أنت تاجر، والتاجر همشي عنده ترحال من بلد لبلد، ويمكن تشوف لك بضاعة جديدة مكاين، ممكن تتحلك البر وتكون أول من دخلها ظفار. أقول لك شي جديد تسهل على الناس حياتهم وتختصر عليهم، بدل ما يطحنون البر في ساعة يطحنونه في دقائق، ويمكن ترجع قيمتها في شهر. بس 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 لا حد يسمعك، وقليك يسمعك. التاجر صالح أنا عارفه، بيسبقني وبيروح يشتريهن. خلي هذا الموضوع بيني وبينك. بس 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 اسكت.